صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب؟ تفسير القرآن سيد قطب ما هو بتفسير ظلال القرآن، ما هو بتفسير للقرآن، إنما هو كلام في معنى القرآن أو حول القرآن، يشبه التفسير الموضوعي الذي يسمونه التفسير الموضوعي الذي يذكر حول الآيات كلام. أما أنه تفسير يحلل الألفاظ ويستنبط الأحكام ويورد الروايات كما في كتب التفسير، هو ليس كذلك، فلا نسميه تفسير. هو ما سماه تفسير، هو نفسه ما سماه تفسير، وإنما قال في ظلال القرآن، يعني كلام في معنى القرآن مما ظهر له رحمه الله، مما ظهر له هو، يوافق على شيء ويخالف في أشياء. نعم.